الرسام موجود؟ رب الرسام يعني بعض الأحيان الله كيف أمورك؟ سعودي ولا؟ هندي؟ أوكي. How is things here? Fine. Complain of anything? No. Good. Yeah, but it's coming down to me. Salaam alaikum. Salaam. Kiff Mubarak. Mr. Mubarak. Alhamdulillah. Take care of you. Huh? ايش في هذا الصوت؟ الدومينو. كل شيء كويس؟ عبستم شيء ولا في نوع بس مستشفى ولا في شيء تشتكي منه ولا؟ قول الصدق ما لا والله مو مقصرين ان شاء الله. ان شاء الله مو مقصرين. يعطيك العافيه وبيض الله وجهك. هذا واجبي انا اقول له ما شغلت يعني ما هو هذا شيء ما نايب منه ولا فضل هذا واجب اللي يعمل معك عليه الله يتفكر ويشوف الناس ويشوف العالم صحيح كان عندكم علم فوز من يجيبكم الان في شيء في حاجه غير عجبتكم في تقصير منهم في نقص في معرض المعدات خبرونا الامور تتصلح صحيح الله يسلمك عارف هذا شكرا وفق يا ابوي محافظه في الكلام واللي حوالينا تكون عندكم صحة قريبة منكم عند الدكاترة لأنه ما نطلب أن يكون مستشفى سكري أو العسكري ولا حتى الأدباء مو هذا مضبوط هذا لازم يكون مستشفى يعني بصحة الناس يكون الناس مطمئنين يعني واحد مرض مرض ولده أنا أعرف أن بعض الحكومة راح تكون في أماكن كل شيء